بس استاذنك يا كابتن، لازم اتفضل. يكون معانا احد اللعيبه اللي ساهموا بشكل كبير في هذا الفوز. الفريق 5 لاعبين من اصل 10، الفريق متكون منه 5 اللي شاركوا بطوله الجمهوريه، 4 كانوا معانا، وفي احد اللاعبين النجوم طبعا لاعب منتخب مصر ولاعبنا الاولمبي وكابتن فريق الرجال عمر العربي معانا عبر الهاتف، كان لازم يكون معانا. وبنقول لك مبروك يا عمر، والف مبروك على الاداء مع الفريق والاداء الفردي كمان. ربنا يخليك، الله يبارك فيك، مبروك لينا كلنا. عمر، يمكن البطولة دي كل ضيوفي طبعا على رأسهم كابتن عمر عريضة المدرب وكل اللاعبين أقروا إن البطولة الحقيقة كانت صعبة والمنافسة كانت شرسة. من وجهة نظرك إيه سبب المنافسة الكبيرة من الفرقة يا كابتن عمر؟ لأن في ناس كتير قوي من المرحلة الصغيرة طلعوا كبار في جميع النوادي، فعدد الفرق زادت، بدل ما كنت بتلعب 4 فرق بقوا 5، البطولة دي بقوا 8، والتمانية نوادي تقيلة فيها لعيبه كويسه جدا من المنتخب. فالمنافسه المره دي كانت اشرس بصراحه، والفكره كلها انك انت بتنافس في البطوله دي غير اي نادي، لانك انت بتنافس ان اللقب يفضل معاك. فدي اصعب من انك تحصل على اللقب بصراحه، انك تفضل محافظ عليه تبقى اصعب على اللعيبه وعلى المدربين وعلى الناس كلها بصراحه يعني. طب عمر، برضو يعني انت ما شاء الله تفوقت في الفردي كمان، يعني خدت تقريبا 4 ميداليات، انا يعني صحيح اللي بقوله ولا؟ اه مظبوط، 4 ميداليات، 5 ميداليات كمان. ده كابتن عمر بيزن ميدالية الفريق ميدالية الفريق، لا انا بتكلم عن الفردي بس، الفردي كانوا 4، في 5 اجهزه والفردي العام ف6 ميداليات. الله اكبر، يعني 5 ميداليات. المنافسه دي اكيد انت سعيد بيها عشان منتخب، انت النهارده محتاج تلاقي منافسه عشان تركز اكتر، عشان انت عندك بطوله في شهر فبراير مهمه لتاهلك للاولمبياد. مظبوط مظبوط مظبوط، يعني المنافسه دي اكيد حاجه جيده. طب كلمني عن استعدادك بقى لفبراير، انت عندك بطوله من 15 ل 18 فبراير، بطوله العالم اللي موجوده في مصر، ودي محطه مهمه لتاهلك للاولمبياد انت وعبد الرحمن. اكيد استعدادك ليها ازاي من هنا من هنا من هنا لوقت البطوله؟ احنا حاليا في معسكر مغلق في المركز الاولمبي في القاهره، المفروض بنتمرن صبح وبالليل، معانا الخبير الاجنبي بتاعنا، معانا الجهاز الطبي بتاعنا لأي لا قدر الله اصابه او حاجه، معانا يعني احنا معانا كل الامكانيات اللي تخلينا نوصل لكاس العالم مستعدين. المفروض تمرينات كتير، ساعات كتير قوي، ببرنامج تقيل جدا، خبرات اجنبيه ومصريه الاثنين، فالموضوع صعب شويه بس ان شاء الله احنا قده ان شاء الله قدها باذن الله. طيب يعني هل يعني انا مش عايز اسبق الاحداث وكله طبعا بيد الله سبحانه وتعالى من النتائج، ولكن حاسس ان انت هتتاهل، يعني مش هتحتاج تروح، يعني مش هتحتاج تنتظر نتائج بطوله افريقيا، وحاسس ان انت ممكن ان شاء الله تتاهل من بطوله العالم وكاس العالم ده؟ نتمنى يعني نتمنى المره دي قريبه مننا، قريبه بزياده، اللي احنا عملناه يا رب كان احد خطوات البطوله اللي فاتت بتاعه الجمهوريه، والحمد لله عملناه بشكل كويس جدا، فان شاء الله ممكن، اكيد ممكن إن شاء الله. التوفيق طبعا من عند ربنا، وربنا يثبتنا بقى في البطوله ونطلع احسن ما عندنا ان شاء الله. ان شاء الله يا عمر، ويعني ندعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا يحفظك ويحفظ كل زمايلك من الاصابه. ربنا يخليك. مهم يا جدا ان انت تتاهل للاولمبيات، ودي حاجه اكيد هتسعدنا، وان شاء الله بعد تاهلك للاولمبيات هننتظرك هنا في البرنامج ان شاء الله، عشان باذنك يا رب، باذنك يا رب ربنا يحفظك ويمنع عنك الاصابات، يكون يعني خبر سعيد لينا وكلنا تاهلك للاولمبيات ان شاء الله انت وعبد الرحمن باذن الله. اشكرك عمر العربي، لاعب منتخب مصر ولاعبنا الاولمبي ولاعب النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، كان معانا عبر الهاتف، هو احد اعضاء الفريق اللي ساهموا بشكل كبير في فوز بطوله الجمهوريه.